the speed of a transverse wave on a string. هلا نتعرف كيف نحسب سرعة موجة مستعرضة على خيط. طبعا ما ينطبق على الخيط، بينطبق على الحبل اللي هو الروب والكورد السلك والواير ايضا، بينطبق عليهم كلهم هذول. فكيف نحسبها؟ شوف كيف راح نتعامل مع هذا النوع من الامواج. Consider a string of mass M and length L shown below. إذا عندي خيط كتلته M طوله L، وهلا بدنا نحركه. لاحظ إنه هذا مثبت من الحائط، وهلا إحنا بدنا نحركه بحيث نعمل موجة في هذا الخيط. We found that the speed of the transverse wave on a stretched string depends on the tension in the string and on the mass per unit length of the string. هلا وجدنا من خلال التجارب انه سرعه هاي الموجه راح تعتمد على شغلتين، تنشن، بنعرف شو هو التنشن، والكثافه الخطيه للكتله اللي هي ذا ماس بير يونت لينث، الكتله لكل وحده طول. هاي راح نسميها ميو، رمز جديد. فاذا في بهاي الحاله تعطى بالعلاقه التاليه: سكوير روت اوف تي اوفر ميو، وميو هي كثافه الكتله الخطيه، where T is the tension in the string and mu is the linear mass density of the string. هي كثافة الكتلة الخطية، الرمز mu بتساوي M over L، الكتلة على الطول. هذا مباشر. هلأ بناخذ example على طول. شو بحكي لنا؟ A wave whose wavelength is 0.3 meters. إذا أعطانا الطول الموجي، لاحظوا، is traveling down a 300 meters long wire. هلا اعطاني سلك طوله 300 متر، whose total mass is 15 kilograms. اعطاني كتلته الكليه، بس لاحظ في عندي الطول الموجي هون كمان، راح نشوف ليش بده اياه. If the wire is under a tension of 1000 newtons. هلا مين اللي اعطانا اياه؟ الشد. شو بحكي لنا؟ What are the speed and frequency of this wave؟ اذا بدنا نحسب اول شيء السرعه، بس بدنا كمان نحسب الفريكونسي. فعشان نحسب الفريكوانسي راح نرجع لمين؟ لخصائص الأمواج الدورية. Solution، نرجع أول معلومة أعطانا إياها the wavelength، هذا هو الطول الموجي، إذا لامدا equals 0.3 meters. بعدين شو حكى لنا؟ is traveling down a 300 meters long، هذا الطول الكلي. L equals 300 meters. Wire whose total mass is 15 kilograms. أعطاني الكتلة الكلية اللي هي 15 كيلوغرام. هلا if the wire is under a tension of 1000 newtons، هذا هو الشد. وشو بده؟ What are the speed and frequency؟ إذا أول شيء بدنا نحسب السبيد، بعدين الفريكونسي. السبيد على القانون، بس بدنا نحسب الميو بالأول، صح؟ الميو شو بتساوي؟ M over L، عوض في الأرقام، 0.05 كيلوغرام بير متر. وعلى طول هسه نحسب الـ V، الإجابة هي 140 meters per second. هاي السرعة، إذا سرعة عالية جدا، 140 متر لكل ثانية. طيب هلا الثاني شو بدنا نحسب؟ الفريكونسي. شو المعلومات اللي عنا؟ عنا لامدا وعنا في. هلا في علاقة بتربط لنا بين لامدا في والفريكونسي. فأنت تتذكر على طول إنه في بتساوي لامدا over 2 وتساوي أيضا لامدا F. هيك بتعوض في الأرقام، والإجابة هي 470 هرتز. انتبه أنه وحدة الفريكونسي هي الهرتز. The speed of longitudinal waves، سرعة الأمواج الطولية. هون رح ناخذ نوعين، رح ناخذ سرعة هاي الأمواج بالمواد الصلبة، وسرعتها أيضا في المواد اللي هي السوائل او الموائع الفلويدز. فاول شيء عشان هيك راح نكتب في البدايه صيغه عامه. In general the speed of a longitudinal wave can be written as، سرعه الموج الطوليه ممكن نكتبها بهذا الشكل. V equals، هلا راح نستفيد من التعريف اللي شفناه هناك، وفي تشابه تحت الجذر في عندنا elastic factor. elastic factor اللي هو معامل المرونه. هلا معامل المرونه، تذكروا احنا لما اخذنا بالالاستيسيتي سلك لو نشده في عنا اشي اسمه يانجز موديولوس، صح؟ معامل المرونة لسلك طويل هو يانج موديولوس، راح نعوض مكانه.
والثاني اللي هو الانيرشيا فاكتور. الانيرشيا فاكتور مرتبط بالكتلة، بس انه بدل الكتلة راح ناخذ مين؟ ناخذ الكثافة. هلا هاي الحالة الاولى راح تكون عنا، وبعدين بنحكي عن الفلويدز مباشرة بعدها. فاذا اول شيء the speed of a longitudinal wave traveling down along solid road. اذا لو كان عندي موجة تنتقل خلال رود طويل من مادة صلبة، شو بنحكي؟ consider the road shown below. لو كان عندي هذا الرود، هلا سرعة اي موجة بتنتقل بهذا الرود نوجدها بالطريقة التالية: the speed of a longitudinal wave along the road is given by، اللي هي بدل التنشن اللي استخدمناه في السلايد السابق، شو صار عندنا هون؟ يانجز مودولس. إذن where y is the يانجز مودولس، rho is the density of the solid. هاي السرعة في المواد الصلبة. هلا نجي للسرعة بالموائع. شو رح نستبدل الآن الإلاستيك فاكتور بشيء جديد: the speed of a longitudinal wave traveling in a fluid. بالنسبة للإلاستيك فاكتور، بدل ما استخدم يانج موديولوس، هلا راح استخدم موديولوس ثاني اسمه بلك موديولوس. هذا شو هو؟ انه لما بدي اضغط سائل، كم بتكون مقاومة السائل حتى يتغير حجمه او تتغير كمان كثافته. فانه هذا بنسميه البلك موديولوس، وبتصير العلاقة بهذا الشكل: the speed of sound waves in a medium. طبعا اهم تطبيق اللي هي sound waves is determined by the strength of the forces among the molecules which can be characterized by the bulk modulus. إذن القوة بين الجزيئات هي اللي بتحدد سرعة الموجة، واحنا بهمنا sound waves. تالي السرعة ممكن نكتبها بهذا الشكل: V equals square root of B over rho. البي شو راح نسميه؟ the bulk modulus. rho نفسها هي the density of the fluid. هلا the bulk modulus is a measure of the resistance of a fluid to compression. بمثل مقاومة المائع للضغط، انه ينضغط. هلا رح نعطيكم علاقته اللي هو the bulk modulus in a fluid. بدنا نكون عارفين هاي العلاقة: when the pressure exerted on a fluid increases, the volume decreases and the density increases. هلا لو كان عندي مائع، ماء، تخيل ماء في موجود في إناء، وجيت أنت أثرت عليه بقوة عالية جدا، الضغط بزيد. هلأ الضغط بزيد، أخيرا هذا حجمه شو رح يصير له؟ رح يقل. والكثافة شو رح يصير لها؟ بتزيد. إذن البلك موديولس بقدر أعبر عنه بدلالة الكثافة والتغير في الضغط. هاي العلاقة اللي تكتب بالشكل التالي: the bulk modulus in a fluid is defined as follows: B equals rho دلتا بي اوفر دلتا رو. انتبهوا لانه كتابه البي والرو متشابهات، بدك تكون هون انا كاتبه بالاحمر بالنسبه للبريشر، فانت انتبه انه هذول رمزين مختلفين، واحد للضغط والثاني للكثافه. اذا هذا هو البلك موديولس، وير دلتا بي از ذا تشينج ان بريشر، هذا التغير في الضغط. رو از ذا دنسيتي اوف ذا فلويد ات اكويليبريم. بالنسبه لكثافه المائع راح ناخذها عند الإكوليبريم، حالة الاتزان، يعني يكون الفلويد بده يكون بحالة سكون، ما بكون متحرك. ودلتا رو is the change in density، تغير اللي بصير على كثافة المائع بسبب وجود هذا الضغط. دلتا رو over رو is called the fractional change in density. لما نقسم التغير في رو بأي مصطلح أو أي رمز، لما تقسم التغير على القيمة الحقيقية بنسميه the fractional change اللي هو التغير النسبي. إذا هذا بنسميه the fractional change in density. example: a dolphin in sea water emits a pulse of sound waves. اللي هي عبارة عن longitudinal wave. إذا بحكي لنا في عنا دولفين في ماء البحر، وشو بيعمل؟ emits a pulse of sound waves، يعني بيبعث نبضة من الأمواج الصوتية. والأمواج الصوتية longitudinal waves هي أمواج طولية. شو؟ toward an object at 100 meters from the dolphin، لجسم على بعد 100 متر من هذا الدولفين. هلا شو بحكي لنا؟ if the bulk modulus and the density of seawater، أعطانا البلك modulus وأعطانا كثافة ماء البحر،
وبحكي لنا هلا what is the speed of the sound waves in sea water. هذا المطلوب الأول. إذا خلينا نفرغ المعلومات اللي عنه. أول شيء حكى لنا a dolphin in sea water emits a pulse of sound waves toward an object at 100 meters from the dolphin. إذا عندي دولفين بهذا الشكل وعندي هدف أمامه هدف. طبعا هو ليش بيبعث هاي الأمواج؟ بده يحدد موقع الهدف. فهو الآن بده يبعث أمواج لهذا الهدف، وهذا الهدف على بعد 100 متر. هاي المعلومات الأولى اللي أعطانا إياها. بعدين شو حكالي؟ the bulk modulus، وأعطانا أيضا كثافة ماء البحر. فالمطلوب الأول أصبح what is the speed of the sound waves in sea water، بده سرعة الأمواج الصوتية في ماء البحر. هذا مباشرة على القانون جذر B over rho، أعطانا البي وأعطانا الرو، ظل علينا نعوض في الأرقام اللي هي 1.4 times 10 to power 3 meters per second. طيب هذا فرع A. فرع B بدنا ننتبه له. How long after the dolphin emits a wave is its reflection. هلأ بيسألني كم الوقت اللازم حتى تروح الموجة تصطدم بالهدف وترجع، فإنه مش بس توصل الهدف، لأنه شو بحكي لنا؟ How long after the dolphin emits a wave is its reflection. متى بكون انعكاسها، يعني رح ترجع للدولفين. هيك احنا شو صار عنا؟ عنا السرعة، والمطلوب منا نحسب مين؟ الزمن. بس بدنا كمان التوتال ديستانس. الزمن بيساوي التوتال ديستانس مقسوم على السرعة. هلا التوتال ديستانس المسافة الكلية اللي قطعتها الموجة شو راح تكون؟ 200 بالضبط. هي راحت ورجعت للدولفين. إذا المسافة الكلية تي اللي هي التوتال ترافل ديستانس از 100 بلس 100 اللي هي 200. هلا بس بعوض مكانها والسرعة موجودة عندي، وبالتالي هي بتاخذ 0.14 سكندز، إذا 14% من الثانية حتى تكون الموجة رجعت للدولفين. وهذا الزمن قصير جدا، يعني هو بسرعة بيقدر يحدد أماكن الأجسام اللي بده إياها.